الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. احنا النهاردة هنتكلم في موضوع الدم، والدم حقيقي هي مجرد كلمة من 4 حروف، لكن الدم علم، وعلم كبير له مجلدات، وهو الحقيقة أكتر من علم، يعني داخل فيه علوم كثيرة متعددة. علم الفيزيولوجي، وظائف الأعضاء، علم البيوكيمستري، الكيمياء الحيوية، علم الإيميونولوجي اللي هي علم المناعة، علم الإندوكرينولوجي اللي هي علم الهرمونات، وعلوم كثيرة بلا حصر. والدم بلا شك هو سائل الحياة، جزء كبير من الدم مائي اللي هو البلازما، والجزء الآخر خلوي عبارة عن خلايا الكرات الحمراء والكرات البيضاء وأيضا الصفائح الدموية. الخلايا بتتكون في نخاع العظام، وظائفها كثيرة ومهمة جدا. يعني مثلا الكريات الحمراء هي اللي بتنقل الأكسجين من الرئتين توصله لغاية الأنسجة، وفي نفس الوقت تاخد الفضلات، فضلات ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة توصلها للرئتين وتطلعها في الزفير. الخلايا البيضاء هي المسؤولة عن عملية المناعة والهجوم على الميكروبات وحماية الجسم، ولها قصة طويلة هنشوفها سوا. الصفائح الدموية دورها حيوي جدا في مسألة حماية الإنسان من النزيف، لأن لما بيتجرح شريان بتبتدي الصفائح تسد الخرق في الشريان، وهي بتقوم بدور مهم جدا في التجلط. الجلطة بتعمل زي الفلة وتسد مكان النزيف. البلازما بما فيه من أخلاط كيماوية ومواد وعناصر وبروتينات وخمائر وهرمونات، شيء عجيب عجيب المحتوى الكيماوي والهرموني اللي موجود في الدم، وأعجب ما فيه توازن هذه الأخلاط الكيماوية، توازن دقيق بالملي. يعني مثلا في الدم كالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، ليثيوم، مغنيسيوم، حديد، نحاس، منجنيز، وتلاقي الحاجات دي بكميات دقيقة جدا بالملي. أي زيادة أي نقص يعني معناها مرض على طول. نقص في كميات الكالسيوم اللي في الدم، إذا كان نقص شديد يوصل إلى حالة تشنج كامل. الحديد إذا قل يعمل أنيميا، إذا زاد يعمل سيدروزيس، مرض من أمراض الدم، ترسب الحديد في الأعضاء. لما نشوف مثلا السكر، الجلوكوز له معدلات في الدم ثابته حوالي 100 ملي. إذا زاد الجلوكوز في الدم زيادة كبيرة يحصل كومة وغيبوبة سكرية، إذا قل بدرجة كبيرة برضو تحصل غيبوبة من نوع تاني بتكون عادة سببها كميات كبيرة من الإنسولين. الدهنيات والكوليسترول في الدم لها معدلات، إذا زادت بتسبب تصلب الشرايين والجلطة والذبحة، وفي نفس الوقت في غير الكوليسترول والدهنيات فيه اليوريك أسيد أو حمض البوليك، إذا زاد يعمل مرض النقرس. كل الحاجات دي تلاقيها في حدود ميلي جرامات، توازن دقيق. والصحة هي نتيجة توازن هذه الأخلاط الكيماوية.
الهرمونات مثلا، الهرمونات تجد هرمونات اللي جاية من الغدة النخامية ولها مقادير مظبوطة جدا، هرمونات النمو إذا زادت عن معدلها يحصل نمو زيادة عن اللازم، وتبص تلاقي يحصل عملاقة، راجل طوله مترين، إذا قلت يحصل قزامة، الأقزام اللي وصلهم مش عارف 50 سنتي. تلاقي مثلا الغدة الدرقية إذا زاد الإفراز أكثر من اللازم يحصل هزال واصفرار وعدم نوم وخفقا في القلب وجحوظ في العينين، وإذا قل الإفراز يحصل العكس، كسل ورغبة في النوم وخمول وبلادة. الهرمون الإنسولين اللي بيطلع من البنكرياس نفس الشيء برضو، إذا قل عن المعدل المطلوب يتراكم الجلوكوز في الدم ويحصل مرض السكر. وقس على ذلك كل المواد اللي في الدم سواء كان بروتينات أو خمائر أو دهنيات أو أملاح أو عناصر، بنجد إنها بالميزان وبالملي. أيضا كمية المية اللي في الدم، سيولة الدم لو زادت زيادة عن اللزوم، يعني لو الواحد قعد 4 صفيحة مية مثلا مرة واحدة يموت، تزيد السيولة تنفجر الكرات الدموية بسبب الكثافة، الدم تخف قوي فتنفجر الكرات الدموية ويموت الواحد. في نفس الوقت إذا زادت اللزوجة في الدم مش كويس، ده بيعمل عبء على القلب ويبقى احتمالات الجلطة زايدة جدا. درجة القلوية اللي في الدم اللي هي الألكالينيتي برضو بالمقياس وبالملي، لا تزيد ولا تقل. ضغط الدم، دم له ضغط، إذا زاد الضغط ممكن يحصل نزيف، إذا قل الضغط يحصل شوك أو صدمة دوخة والرجل يسورق ويقع في الأرض. فعلا يعني الدم ده سائل غريب، نهر الحياة بكل معنى كلمة نهر الحياة. وفي الدم فيه فصائل، يعني فيه فصائل نعرف دلوقتي ان فيه حاجة اسمها فصيلة A و B و A، وفي فصيلة اسمها A B فصيلة O، عشان حكاية نقل الدم لما واحد عنده نزيف لازم يجي دم من نفس الفصيلة، وإلا تلتصق الكرات وتحصل مضاعفات خطيرة. مسألة التجلط نفسه، يعني ده هنلاحظ انه هي نظام وميكانيزم وكيمياء غريبة جدا، ازاي بتتعمل عملية التجلط. والتجلط دي مهم لانه هو بيتوقف عليه حماية الدورة الدموية، لان نفرض ان الواحد خلع ضرس والدم ما تجلطش وما تسدش الجرح، الواحد هينزف لغاية ما يموت، وده اللي بيحصل فعلا في مرض الهيموفيليا. أي جرح بسيط يؤدي للوفاة، يتن الدم ينزل على طول وما فيش حل غير نقل دم، علشان دم المريض ما فيهوش صفائح اللي هي الشيء الحيوي جدا في عملية التجلط. في الواقع احنا في الفيلم اللي هنشوفه هنقف وقفة قدام تكوين الدم وقدام مسألة التجلط وازاي بيحصل، وتعالوا معايا نشوف الفيلم. القلب والدورة الدموية، شرايين وأوردة، والشعيرات ممكن نشوفها من تحت الجلد، هي اللي بتعمل احمرار للبشرة، أي جرح ممكن يحصل، بيحصل نزيف لكن مش على طول، بعد شوية يبتدي الدم يتجلط ويعمل حاجة زي الفلة تسد مكان الجرح، وتبتدي تستأنف سير الدم تاني ويلتئم الجرح في الشريان. كده عمليات تلقائية من نفسها.
استؤنفت حركة الدم في الشريان والتأم الجرح. معظم مكونات الدم هي كرات حمراء 4 مليون في الملي المكعب، لكن أيضا فيه عدد أقل من الخلايا اسمها الكرات البيضة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، سرعة الحياة بالزبط لايف. هنشوف ازاي الكرات البيضة بتلتهم اي جسم غريب، اذا لقيت اي جسم غريب في مجرى الدم تلتهمه. فاحنا حطينا لها في سكتها خلايا خميرة، فهنشوف هتعمل ايه. شوف هتلتهمهم ازاي، تلتهمه 1 2 3 4 5 مرة واحدة، هتلتهم 2 مرة واحدة. ده نفس اللي بيحصل في الميكروبات والبكتيريا وأي عدو مهاجم تلتهمه. ده نوع من الخلايا البيضة اللي هي اسمها الخلايا الملتهمة. شوفوا عمالة تفتش ازاي، بتكنس الدم. في غير الكرات البيضاء والحمراء في حاجة زي الزغننة دي اسمها الصفائح، دي حاجة غير الكرات الحمراء وغير الكرات البيضاء. الصفائح دي تعدادها بيوصل من 300 ل 600 ألف في الملي، ودورها مهم جدا في التجلط زي ما احنا شايفين، بتتماسك مع بعضها عن طريق خيوط الشبكة دي من الفايبرين، والكرات الحمراء تتكعبل في الشبكة ويحصل الجلطة. هنتابع عملية التجلط. التجلط تحصل تلقائي لما نحط شوية دم في أنبوبة، بعد عدد معين محسوب من الدقائق يبتدي التجلط. فينفصل الدم إلى مصل وإلى جلطة. ناخد الجلطة دي، ناخد حتة منها كده ونشوفها تحت الميكروسكوب. نحطها على السلايد كفر ونشوف، هنلاقي الكريات الحمراء متكعبلة في شبكة من الخيوط اللي هي خيوط الفايبرين والصفائح. هنبص هنا هنشوفوا معايا خيوط الفايبرين دي، الشبكة الدقيقة دي نتيجة تفاعلات كيماوية هنشوفها بالظبط ازاي بتحصل. شايفين الخيوط؟ هنعمل تجربة تاني على شرايين فار. دي شرايين فار اللي شايفينها دي، بإبرة رفيعة هنخرم الشريان. شوفوا حصل نزيف، طلع الدم. دي صورة تانية بناخدها بفلتر تاني عشان نوري كرات الحمراء وهي طالعة. نلاحظ ان الصفائح اول ما بيحصل خرق بتتجمع الصفائح في الخرق وتحاول تسده. نمرة 2 بتطلع كريات الدم من الخرق، وبعدين بعد شوية يبتدي حركتها تبطئ، ويحصل في الدم شيء عجيب ان تتعمل فيه شبكة، تطلع تظهر في الشبكة اللي احنا شايفينها دي خيوط الفايبرين، وخيوط الفايبرين تكعبل الكرات الحمراء وتمسكها وتعمل الفلة الحمراء اللي هي الجلطة اللي احنا شايفينها دي. بعد كده يبتدي التئام الجرح واستئناف جريان الدم زي ما احنا شايفين في الشريان. كل ده يحصل تلقائي من غير اي جراح. نشوف هنا تاني الجلطة في عدة أنابيب، وبنلاحظ انها بتحصل في وقت واحد
يا ترى ايه العمليات الكيماويه اللي بتحصل بالظبط واللي بتؤدي الى تكون شبكه الخيوط. ده يحتاج مننا الى تحليل عناصر الدم عنصر عنصر. دم لا بنقدر نفصله الى مكونات خلويه والى بلازما عن طريق قوة الطرد المركزية اللي هي السنترفيوج اللي احنا شايفينه. بنضيف للدم مادة تمنع التجلط اللي هي البلازمين، وبعدين ندوره في السنترفيوج عشان نفصل الدم الى سائل رايق فوق ومكونات خلوية تحت. السائل الرايق اللي فوق هو ده البلازما. ممكن ان احنا نعمل عمليات كيماويه كتيره ونحلل البلازما ونشوف تكوينه ايه، نضيف له مواد ونعالجه علاجات كيماويه مخصوصه ونفصل كل مكون عن الاخر لغايه ما نطلع ونفصص كل الحاجات اللي موجوده في البلازما. بنكتشف في الاخر ان 90% من البلازما ميه، وان 10% عبارة عن مواد غذائية، كالسيوم، والمواد اللي هي مواد أخرى، كالسيوم وفايبرينوجين وبروثرومبين ومواد أخرى. ثلاث عناصر دول لازم نفتكرهم كويس، الكالسيوم والفايبرينوجين والبروثرومبين، لأن عليهم بالإضافة للصفائح هم اللي هيعملوا عملية التجلط. مكونات الخلوية في الدم احنا شفناها في الأول عبارة عن كرات حمراء 4 مليون في الملي، يعني في الدم كله حط كذا صفر بقى، أعداد هايلة. دي الكرات الحمراء، ودي يعني الكرات الحمراء وهي ماشية في الشرايين، وعارفين إنها وظيفتها نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة، ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين ليخرج في الزفير. غير الكريات الحمراء فيه الكريات البيضة اللي شفناها برضو في الأول، دي الكرة اللي شفناها وهي صاحية عمالة تتنطط، دي نوع تاني من الكريات البيضاء اللي هي اسمها الليمفوسايت، وده نوع تالت من الكريات البيضاء. الكريات البيضاء أنواع كتيرة خالص. غير الكريات البيضاء والحمراء فيه الحاجات الصغيرة دي اللي هي الصفائح، الندف الصغيرة دي. عرفنا ان الكريات البيضاء والحمراء بيتعملوا في نخاع العظام. طيب الصفائح دي بتتعمل فين؟ هنعمل تجربة، ناخد نقطة من نخاع العظام ونزرعه، دي نقطة من نخاع العظام ونعمل له مزرعة، وبعدين نشوفه بالميكروسكوب. نشوفه بقى دلوقتي بعدسة مكبرة ونشوف التكوين المجهري لنخاع العظام. هنكبر كمان، ياه شايفين كل الخلايا دي؟ اهي الخلايا دي كلها كرات حمراء وبيضة صغيرة لسه في دور الصناعة بتتصنع. كريات بيضة وحمراء بتتصنع جوه نخاع العظام، لكن الكرة البيضة أوي الكبيرة أوي دي إيه حكايتها؟ هنتتبع كده اللي بيجرى لها في خلال دقائق. شوفوا بيجرى لها إيه، تنكمش وبعدين يطلع منها زوائد. شوفوا بيطلع منها زوائد ازاي، وبعدين يبتدي يحصل لها تسلخات. شوفوا ازاي بتتفتفت، تفضل تتفتفت وتتسلخ لغاية ما تتحول الى حبيبات صغيرة. اهي الخلية الكبيرة دي هي مصدر الصفائح. لكن كل الحاجات بتاع الدم اللي هي
الكريات الحمراء والبيضاء والصفائح أيضا كل ده بيتصنع في نخاع العظام. كل الحبيبات الصغيرة دي هي اللي هتبقى بعد كده صفائح. نرجع مرجعنا للنزيف وإيه اللي بيحصل فيه. عند الخرق بنلاحظ إن الصفائح بتتجمع في كتلة شفافة كده وتحاول تسد الخرق. نمرة اتنين، الصفائح اللي تتسرب خارج الشريان مع الكريات ومع سائل الدم تثير عدة تفاعلات فورية. ايه هي التفاعلات دي؟ صفائح زائد كالسيوم يعملوا ثرومبوبلاستين. كويس، دي مادة جديدة. ثرومبوبلاستين مع بروثرومبين مع الكالسيوم يعمل ثرومبين، وبعدين ثرومبين زائد فايبرينوجين يعمل فايبرين، او الفايبرين ده هو الخيوط الشبكة اللي حكينا عنها واللي بتعمل في النهاية تكعب الكرات الحمراء وتعمل الجلطة. لكن الفايبرين او خيوط الفايبرين هي نتيجة تداعي مجموعة تفاعلات كيماوية بدأت بخروج الصفائح خارج الشريان. مجرد خروج الصفائح خارج الشريان بيثير مجموعة تفاعلات على طول، تنطلق سلسلة التفاعلات اللي شفناها دي وتؤدي في النهاية إلى ثرومبين، وثرومبين زائد فايبرونجين يعمل فايبرين أو يعمل الخيوط اللي احنا شايفينها دي. شايفين الخيوط ده الجزء الوحيد المرئي من العملية، إنما التفاعلات ما بنشوفهاش. شوفوا الخيوط ابتدت تكعب الكريات الحمراء وتعمل الجلطة. شوفوا ازاي بتحصل الحكاية. هل ممكن يبقى فيه جلطة بيضة؟ هل ممكن يستغنى التجلط عن الكريات الحمراء؟ ممكن، لان ملهاش دور. الدور هو الصفائح. اذا كان عندنا بلازما وصفائح زي ما اللي شايفينه ده سيبناه شوية هتبص لاي حصلت جلطة بيضة، لان عمليات التجلط بتعتمد على الصفائح زائد تكوينات كيماوية موجودة في البلازما، انما الكرات الحمراء ملهاش دور. هي كل اللي بيحصل ان هي الكرات الحمراء بتتكعبل في الخيوط الناتجة من تداعي التفاعلات. احنا بنشوف هنا دلوقتي بعد ما اتصلح والتأم الشريان ايه بيحصل للجلطة. في مادة في الدم اسمها البلازمين، هذه المادة زي ما حصل قبل كده ان في جلطة اتكونت، تيجي المادة دي تدوب الجلطة. شوفوا هنا تأثير البلازمين على الجلطة. لما بنضيف بلازمين على الجلطة شوف بتدوب ازاي. فأكن في داخل الدم جميع الكيماويات اللازمة لإحداث الجلطة ثم لإذابتها بعد ما تأدي الغرض. هي الغرض انها تسد الشريان وتوقف الدم. طيب تسد الشريان وقف الدم وحصل التئام، تبتدي بقى في الساعة دي البلازمين يدوب الجلطة. شيء غريب كل ده من غير لا جراحين ولا دكاترة، كل ده شيء تلقائي بيحصل ويتداعى حاجة ورا حاجة. طبعا إذا ما كانش فيه في الدم صفائح كافية بتكون النتيجة إن أي نزيف هيستمر، وده هو مرض الهيموفيليا الخطير. ده مرض وراثي نتيجة نقص في الصفائح أو عدم الصفائح، وجود الصفائح أي نزيف بيستمر لدرجة الموت، ولا حل سوى نقل الدم. ولغاية دلوقتي ما قدروش يشوفوا حل. عجيب حكاية الدم ده، من أول ما يتولد في العظام لغاية ما تطلع الخلايا كرات بيضة وحمرة وصفائح تنطلق وتأدي وظيفتها وتموت. على فكرة في 60 مليون
خلية بتموت كل ساعة في الدم، 60 مليون خلية كل ساعة تموت. الخلايا الحمراء اللي بتموت بتتشحن على الكبد، والكبد يحللها ويفنطها ويحولها إلى أصباغ الصفرة اللي هي البيليروبين والبيليفيردين. حكاية المكونات الخلوية اللي في الدم في الواقع لها مقادير ولها عدد، وزيادة العدد ونقصه بيشير ويدل على أمراض معينة. يعني مثلا كريات الحمراء 4 مليون في الملي، ده المعدل، فإذا قل عن كده فبتبقى أنيميا، إذا زاد مش كويس برضو لأن ده مرض بوليسيسيميا. في نفس الوقت الكريات البيضة معدلها 6000-7000 في الملي، فإذا زاد 10,000-20,000 فده دكتور يقول لك فيه التهاب وفيه بؤرة صديدية في الجسم، ويقول لك لا ده لازم حكاية الزائدة الدودية دي صحيح، أو التهاب في الأذن الوسطى، أو التهاب رئوي، لأن الازدياد ده يشير إلى معركة بتقوم بها الكريات البيضاء في الجسم، وعشان كده تضاعف العدد. طب إذا زاد العدد قوي يعني بقى عدة ملايين، يبقى مرض تاني بقى قال عن، يبقى هو ده الليوكيميا أو السرطان، سرطان الدم. أيضا من نظرة واحدة لصورة الدم وعدد الكريات البيضاء، لأنها مش نوع واحد، الكريات البيضاء فيها أنواع، يعني فيها الليمفوسايت والبوليمورف والنيتروفيل واليزونوفيل، وكل حاجة لها وظيفة ولها دور، وكل حاجة لها عدد ونسبة. فلما الدكتور يشوف الليمفوسايت زيادة عن النسبة المطلوبة يقول لك لا ده احتمال ضرن رئوي، لأن في الضرن بيزيد كمية الليمفوسايت. أو مثلا اليوزونيفيليا في الدم أكتر فيقول ده حالة ألرجي، وهكذا. من مجرد النظر لصورة الدم والنسب المتفاوتة لخريطة الكريات البيضاء بيقدر يعرف المرض ويشخصه. في حكاية الصفائح نفس الشيء، ما بين 300,000-600,000 في المعدل في الملي، فإذا قلت أو ما كانش موجودة يبقى ده مرض الهيموفيلي. الخلايا البيضة في الدم في الواقع دلوقتي بقت فيه دراسات كبيرة قوي عليها، لأن اتضح إن هي دورها ليس فقط إن الخلايا تلتهم الميكروبات، لا، ده اتضح إن فيه نوع من الخلايا البيضة زي خبير البصمات. ودلوقتي بقى فيه حاجة اسمها علم بصمات الخلايا. ايه بقى علم بصمات الخلايا؟ اتضح ان كل خلية على الغشاء الخارجي فيه نقوش، النقوش دي هي زي البطاقة، بطاقة الهوية بتاع الخلية، وكل جسم له نقوش متعارف عليه، بحيث ان لما يبقى فيه خلية غريبة جوه الدم بيجي خبير البصمات اللي هو من الخلايا البيضة، نوع معين من الخلايا، يقرب منها يعرف ان دي خلية غريبة من النقش اللي موجود خارج غشاء الخلية. ففي خبير بصمات في الخلايا البيضاء، اولا هو اللي بيكتشف وجود خلية غريبة. ليه؟ عشان اكتشف بصمة مش مظبوطة. نمرة 2، يروح يبلغ جميع الخلايا المختصة بتصنيع المواد المضادة، فتيجي تقيس وتدرس البصمات شكلها ايه، وتعمل مواد مناسبة بالزبط للخلية الغريبة دي، تصنع صواريخ مضادة على قدها بالزبط، وتبص تلاقي بعد كده تحصل معركة بدال ما الخلايا تلتهم زي ما شفنا في الاول الميكروب، ابدا اللي يحصل انها تعمل له قذائف من المواد المضادة دي او الصواريخ المضادة، تنزل تكلبشه تشله أو تموته. بقى علم المناعة
اللي هو علم الإميونولوجي، علم كبير جدا، ودراسة بصمات الخلايا، وإن كل خلية لها بصمة، والتغيرات اللي بتحصل في البصمات، وأحيانا بيبقى في خطأ وراثي، لدرجة إن بدال ما الجسم يستدل استدلال صح بيستدل خطأ، فيبتدي الجسم يأكل نفسه باعتبار إن هو الخلايا خلايا جسمي أنا، يحصل خطأ في التشخيص بالنسبة لخلايا البصمات، فتبتدي الجسم يأكل نفسه بدل ما يأكل خلية غريبة. ومن هنا اتضح ان في امراض كتيرة قوي سببها خطأ مناعي او مرض مناعي، اللي هي خطأ في البصمات والاستدلال عليها، زي مرض مثلا المالتيبل سكلوروزيس اللي بيسموه MS، او الشلل المتعدد اللي بيجي في اماكن متعددة ويختفي وبعدين يرجع، وبعدين يختفي ويرجع، ونهايته بيموت المريض وملوش علاج. فأحد البحوث اللي عملوها إن ده مرض مناعي، وسببه إن الخلايا البيضة بتهاجم الجسم نفسه بدل ما تهاجم مرض هاجم الجسم. ففي الواقع يعني ياريت يعني نشوف مع بعض دلوقتي فيلم عن الحكاية الغريبة بتاعة المناعة اللي اتكلمنا عنها. أهي دي الأجسام المضادة اللي قلنا عليها، قذائف الصاروخية، وفي خلايا مخصوصة، نوع من الخلايا البيضة متخصص في تصنيع هذه الصواريخ أو القذائف المضادة أو الأنتي بوديز. ده ميكروب مثلا، فبتيجي الأول خلية البصمات تحدد، وبعدين الخلايا التانية تصنع القذائف، وبعدين يرموا القذائف عليه، وبعدين يتشل زي ما احنا شايفين دلوقتي. انواع الانتي بوديز انواع كتيره جدا، وكل مرض له انتي بودي خاص بيه، اكن في الجسم بتحصل معركه زي الاستغمايه بالظبط، فرق عماله تجري ورا بعضها، والميكروب يستخبى وده يجري وراه، والمناعة بتنمو مع الطفولة، كل ما يمرض الواحد يتكون مواد مضادة في جسمه، وهكذا تزداد المناعة مع تطاول العمر. هنشوف تاني ايه اللي بيحصل بالظبط. ادي الجسم الغريب او الميكروب، هتيجي خلية تدرس البصمات، شوف ازاي بتدرس البصمات اللي بتاعته دي، يعني الخلايا اللي قلنا خلايا خبراء البصمات دي، الخلايا بقى اللي هتصنع الايه الانتي بوديز، بتصنع الانتي بوديز او القذائف الصاروخية، تنزل الانتي بوديز بالظبط على مقاس هذا الجسم وتشله وتموته. عملية عجيبة يعني، ده شغلانة، دي شغلانة. يبتدوا يعملوا بحوث دلوقتي يفصلوا الخلايا اللي بتصنع الانتي بوديز. الدكتور ده عمل تجربة على فار، فحقنه بخلايا أجنبية عليه، خلايا دم في حيوان تاني، فالفار عمل أجسام مضادة ضد الخلايا دي. المهم الدكتور بعد كده خد الخلايا اللي فصل الخلايا اللي صنعت دي الكريات الدموية الأجنبية، ودي الخلايا اللي بتحاول اللي اكتشفت البصمات بتاعتها، فقالت لباقي الخلايا دي خلية غريبة، ده كرة دموية غريبة مش بتاعتنا، وبعدين دي الكرات اللي بتصنع كرات بيضة بتصنع الانتي بوديز، فجت موتت الخلية الحمراء الأجنبية. المهم الدكتور ده خد بعد كده الخلايا اللي هي بتصنع الانتي بوديز وفصلها، وبعدين زرعها مع سرطان، مع خلايا سرطانية، على أمل إن الخلايا دي تصنع مواد مضادة للسرطان.
دي احد البحوث اللي بيعملوها دلوقتي، محاولة حس الخلايا صانعة المواد المضادة دي على صناعة مضادات للسرطان. فأكن اللي حاصل في الجسم معركة زي اللي احنا شايفينها دلوقتي، صراع صراع، والواحد مش داري بيه. الواحد قاعد دلوقتي بيتكلم مبسوط وبيضحك، لكن في حل ومثلا معركة في الليوز، معركة في اللي عند مش عارف في الكلى، معركة في الزائدة الدودية، معركة بين خلايا البيضاء وبين ميكروبات مهاجمة، مسرح خفي غريب يدور فيه صراع دون أن يدري الإنسان بهذا الصراع بالمرة. لكن صراع في النهاية هدفه الاحتفاظ بصحة الإنسان ولياقاته. طبعا حاجة غريبة، يعني أكن الدم ده عبارة عن بلاتو أو مسرح، وعليه رواية بتتمثل وسكريبت. سبحان الله، مسرح بدون مؤلف وبدون مخرج، وشخوص بتتحرك بدون خالق، مش معقول. ده كل واحد قطعا معاه نوتة ومعاه الملقن وعارف دوره تمام في تعليم وتربية الخلايا دي. ربنا وضع فيها فطرة إرشادية، ما فيش كلام، لأن دي اللي حاصل واللي شفناه ما هيش صدف ولا حاجات عشوائية ولا مسائل تحدث اتفاقا. لأن لو كان صحيح المسألة صدف وعشوائية ما كناش نلاقي الانضباط لدرجة ان المواد اللي موجودة في البلازما او في الدم بالملي ولها معدلات ما بتزيدش، اذا زادت شوية مرض، اذا قلت شوية مرض. الصحة تساوي اخلاط في توازن عجيب وقوانين مذهلة، وفي وراء الحاجات دي غدد عمالة تنظم. تبص تلاقي في البنكرياس الخلايا اللانجرهانز متخصصة في انها تزبط مقادير السكر في الدم، وهكذا في كل حاجة. وتلاقي الغدة فوقها غدة تانية تحكمها، وفوق الغدة الكبيرة جهاز عصبي بيسيطر. الله، يعني أكن العملية اللي شايفينها في الدم دي مش عملية بقى كده هو جد كده أي كلام، لا، ده وراها تنظيم دقيق جدا. يعني حكاية التجلط، إن الدم مثلا يتجلط، دي ما كانش حد يتصور إن فيها كل العمليات الكيماوية اللي بتتداعى ورا بعضها بالشكل ده. وبعد ما بتتكون الجلطة وتنتهي دورها وتنشف وتتليف، توص تلاقي يطلع حاجة في الدم، مادة ترجع تدوبها تاني، كل ده من تلقاء نفسه وكده بيحصل، مش ممكن. يعني ده يدل على منظم، ويدل على يد العناية الخفية. وفعلا اللي شفناه ده مصداق للآية القرآنية، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وفي آية تانية إن كل شيء خلقناه بقدر. وصدق الله العظيم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.